عادة ما تشكل مناسبة الزفاف أو العرس في الجزائر أرقا وقلقا لكل من العروسين، خصوصا مرحلة التحضير. فهنا بصالون الزفاف بوهران نجد كل ما يحتاجه المقبل على ذلك، لكن المميز أن هذه التحضيرات قد يقوم بها شخص آخر مكان العريس من البداية إلى النهاية. مصباح عينة عن هؤلاء، حيث يقوم منذ سنتين من خلال وكالة خاصة بتنظيم حفلات الزفاف. العرس تاعو يقول لك أنا ما نتعبش فيه، يبغي كي يدخل يريح كوم انفيتي، سواء في قرقابو، سواء في العود، سواء في الجروب، كاين اللي يجيبوا لي جروب ثاني يقول لك دبر راسك، سواء ميم لي زانفيتي ولينا حنا نجيبو ونقعدو لي زانفيتي تاعو. وإن كان هذا النوع من الخدمات يبقى حديثا، اختلفت فيه وجهات نظر المواطنين. انا جو بريفير جورغانيز مون مارياج وحدي، جو شوازي انا كاع لي ديتاي وهذاك لو شارم تاع تو دي بلاص مع لا مامو مع لا فامي. جو بريفير وحدي علاش؟ باسكو حاجه اللي نبغيها انا واللي شو انا اللي نخيرها. جو بريفير نعطيه هو مي نقول له لي كونديسيون اللي بغيتهم انا. هذه الخدمه توفر للزبون اقل جهد، لكن باي ثمن؟ كل حاجه عندها البري تاعها، دونك ما نجيبش نعطيك ان بري غير هاك. سا ديبون، قادر البري يطلع، الشيفر يطلع، كل ما يطلعوا معاه صوالح، قادر الشيفر يكون مليح، مام حنا دي فوا نديرو دي روميز. حتى وان اختلفت طريقة وكيفية التحضير لهذه المناسبة، إلا أن كل من العروسين يحرص على أن تكون بأبهى حلة وصورة.